مرتب لويحة وهي جالسة في المكهى في جزيرة الأردن، عندما حركوها بسيجارة في هذا المكهى. يا لطيف اللطف سرقوها. The telephone is taking a part of every people in this world. تقول أن العالم كله يطلبها في الليل، وأنها تريد أن يبعثوا لها كوارت، يصبون لها كوارت لأنها قد قينت عليها، أنها تبكي، أنها تقتل في الشاشة. جميلة جدا هذه الكتكات. Only one call, one missed call, and you want to call every people in this world. تقول أنا نستكم، تقول لكم مرحبا بكم في العالم. Thank you for your attention. تقول لكم أن أحذروا attention، أن الهاتف الجوال يسبب ولا الضغط attention، حافظوا على صحتكم إنه خطير. تقول غابت، إنها تتنهد. لينهدك خيث. أين هذه الإنجليزية الجميلة جدا؟ وقد كان المترجم حقيقة قالها مباشرة على الهواء، قال أنت جميلة جدا وتحدثت عن البورتابل. عائلة على عائلة فيها 8 و9 أفراد، كل واحد عنده البورتابل بتاعه. جميل جدا. تلقى الرجل ولا المرأة في بيت النوم والبنية فهمتني في الكوجينة ولا في بيت البانو فهمتني، ألو الماء سخون ولا طابة العجة ولا بالتليفون، ألو ب50 فرنك ولا ألو ب8000 تو ألو. يا أستاذ هيكل، تتناهد ب15000. يا أستاذ هيكل من فضلك هذه مبالغة. المال موجود ولا خوف من الأجر؟ لا المال موجود. هذه مبالغة يا سيدي، والناس حرار يعني في كيفية استعمال الهاتف النقال. ما عندك أهل عائلة؟ أنا ما عنديش أهل، أنا أهل الهواء. ولا عندك ناس يعني؟ يا أستاذ هيكل من فضلك يعني ممكن تسمح لي يا استاذ دادا يعني انا شخصيا استحمل. يا سيد يا استاذ هيكل، كل الهواتف النقاله اللي تشوف فيها دابا يعني انا اطلب بها بنتي مثلا يعني في الروضه يعني نسقسي عليها، نكلم زوجتي يعني نسال عن احوالها، نسال يعني ابني المرسم بالمدرسه الاعداديه كذلك يعني اي طبعا الكل يعني. كم تسقسي من مره في اليوم يا سيدي؟ لا يهم، لا يهم عدد المرات بقدر ما يهم أهمية هذه الآلة الصغيرة التي يضمها الأستاذ. أنا نلبس جوكيك فنتي ونسقتي عن بعد فنتي، ما نستعملش بورتابل فنتي. عينة ثالثة، عينة 12 تمرشت، هات تعطيه. في حلقة جديدة من برنامج لا تطلبني مرتين، نلتقي بهالعائلة سعيد. أخويا في الحلقة هذه من برنامج لا تطلبني مرتين، إيش ممكن تقول لنا عن البورتابل؟ لا تطلبني مرتين، لا تطلبني 8 مرات، لا تطلبني لا نطلبك. ها نكرو في الدم هذا البورتابل. هاي المرة ليل ونهار تكلم معك زوز، تحش واحد بان تلقى الاخر تكلمي كلمه هي فاطمه عليك. تفضل تفضل. هو تو عندي انترفيو من بعد نكلمكم، خلينا نكمل الانترفيو مع التلفزه طبعا نكلمكم. اختي كي نقول لك على السلامه، كي نقول لك هاتف الجوال اش ممكن تعني لك الكلمه هذه؟ هاتف الجوال البورتابل اكيد. البورتابل دنيا اخرى بالله. البورتابل عالم جميل جدا. ديانا انا ولادي 5 حاش عينيك 5 كل واحد بورتابلويه. أي سيدي بنتي في الروضة البورتابل متاحة بالكاميرا، نطلبها نشوفها كلت ما كلتش رقدت ما رقدتش. أخويا البورتابل نعمة 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 كالبورتابل. أنا نستعمل برشا البورتابل، نستعمل حياتي البورتابل، كل دقيقة كل دراج بالبورتابل. أي سيدي أنا نسكن في الكاتريمي طاق. بارك الله. أسيدي كيفاش باش نطلع ونهبط؟ نقضي قضيتي بالبورتابل، علاش نقعد طالعة هابط؟ فهمتني؟ أسيدي عندي راجلي نهار كامل ما يركحش، اللي يخرج من الخدمة هو يدور. واش محصلته؟ محصلته بالبورتابل الحق. أسيدي وتوت أوبسيون هذوما اللي ولاو شي بلوتوش وشي انفراروج وشي انفرافير وشي يرعب أخويا يرعب، وكا تصاوير وكا الغنايات وكا الكليبات. أخويا تقول تلفزة متنقلة شي يرعب. خاصة لزسماس ولمماس يبعثوا بيها متصاوير. أخويا لمماس تصور روحك يا سيدي، تبداش حتى في الجبل صور روحك وابعث للناس الكل. يا سيدي الحق متاع ربي الحق، البورتابل غير لنا حياتنا، قرب ما بيناتنا، الحق متاع ربي. ساعات يا سيدي نبدا نحكي نام أنا في الكوجينة وراجلي في الصالة، ذاك نقول له تي تحبوا حلو وتحبوا بالفستق تحبوا بالبندق. يا سيدي بالبورتابل أكثر شيء. معناها أنت راضي على مردود البورتابل؟ البورتابل روعة. أخويا شنو تحقيبك على كلام المدام بخصوص الهاتف الجوال؟ الله لا يرحمه العظم. شكون؟
لا سماح لا رباح لصداع البورتابل. عليه عليه يوتروا لك اعصابك يعمل لك ابال. ناس كل تعمل ابال. ايه لا تعمل ابال، لا تعمل ابال، ما تحقرني تعمل ابال في العيد. في العيد يعمل لك ابال باش يطلبك تطلب وانت تقول له عيدك مبروك. هذه ما نحبوش مبروك. إيه لكن هذه حاجه ضربيه ربما وقتها ما عندوش. هي تبدا الناس كل تعمل ابال، الناس كل طبيب، طبيب صاحبي طبيب رجل اعمال يعمل لك ابال. ابال في البلوك، نشق في البلوك يعملوا لي في الابال باش يسالوني نطلبهم ونقول لهم لاباس. ما نحبش لاباس، نحب نموت في البلوك. ياسر فهمش نعمل له ابال نطلبه نقول له راني لاباس ان شاء الله نتخذ. لطف عليك لطف عليك. اي معناها انت هذا برك اللي مغشك في البلوك. ياسر مغششني انا استاذ قري يعملوا في الفوسك. ما نتصورش كان الفوسك هذا بالبورتابل. بالفوسك هاي يعملوا في البورتابل وكلموا في بعضها، كلموا في بعضهم وتحكي مع صاحبها والاخر يحكي مع صاحبته وخليني بالله. اي لكن سامحني قولوا زاد للبورتابل يقرب المسافات مثلا المدام كما كانت تحكي تنجم تتصل بيك في اي لحظه. هي هذيك المشكله، هذيك المشكله. تتصل بيت انا وراي انا عصابته ونرمط وين مشيت وين جيت وين رجعت. ياسر ياسر شنو لي به، شنو لي فيه به البورتابل، شنو لي فيه به. اي لكن هاك انت عندك بورتابل. كي عندي على مياتي ماني وراي عصابه انا تلوج عليا، لازم البورتابل يكون عندي يا اخي. لكن مرج مرج البورتابل مرج في الشارع يجيب حداك حداك. الو يفجر. اين راينا هنا هذه العينه وقد كانت هذه مواطنه وهي وزوجها هي تحب البورتابل وتطبل وتمجد البورتابل، لكن زوجها ضد البورتابل بتاتي. انا يا سيدي متفق تماما مع هذه المراه، هذه السيده نعم، لنظرا لعديد الخدمات وعديد المنافع التي يقدمها الهاتف النقال، يعني كما ثبت بكلامها يعني تحدثت عن مزايا الهواتف النقالة، وهذا يعني موضوع الحلقة، يعني